تجتمع اليوم لإعطاء انطلاقة مهرجان الشعر الإفريقي هنا بالرباط. أعتقد بأن يعني دور الصحافة مهمة جدا باش نعرفوا بالثقافة وخاصة بالشعر اللي ما عندوش مجالات كثيرة باش يعرف على راسه على الإنشاءات أو الأعمال اللي كيقوم بها. وبالطبع كيف ما كتعرفوا الرباط عرفت مجموعة ديال الاحتفالات منذ سنة دابا تقريبا كعاصمة للثقافة الإفريقية وسيدنا الله ينصرو يعني كرباط كعاصمة للمملكة عطاها كذلك بمجموعة ديال المكانات اللي كاينة اللي كتعرفوا اليوم الرباط هذا الوجود الثقافي القوي. وبالطبع اليوم نحتفل بالشعر الوطني بالشعر الإفريقي والشعر هو واحد المجال اللي مهم جدا لأنه عبر التاريخ عبر لا التاريخ المملكة أو تاريخ القارة الإفريقية إلا هو كان واحد المجال الوحيد أولا للتعبير في السابق. اليوم كاين الأغنية كاين مجموعة ديال المجالات الأخرى لكن الشعر كان واحد المجال للتعبير على مواقف على آراء على أفكار. فلهذا اليوم مع شركائنا بغينا يعني نحتفلوا بالشعر الافريقي كمجال اللي مازال يقدروا نقويوه ومازال عنده واحد الدور اللي يقدروا يلعبوه لا على الصعيد الوطني لا على الصعيد الافريقي وعبر الشعر الافريقي الدور اللي يقدروا يلعبوه على الصعيد الدولي ك يعني في المجال ديال الدبلوماسيه الثقافيه اللي بالطبع المغرب كيف ما كتعرفوا كيعطيوها اهميه خاصه في المجال ديال التراث المادي او الغير مادي. مهرجان الشعر الافريقي دورته الاولى التي تنظم وزاره الثقافه بمعيه بيت الشعر اعتقد انه لحظه مهمه جدا في الثقافه المغربيه بالخصوص لان ما ينقصنا في ثقافتنا المغربيه هو غياب هذا البعد الافريقي سواء على مستوى الأجناس الأدبية بصفة عامة أو الثقافة الإفريقية. نحس بأنه لدينا نقص في هذا الباب وهذه فرصة أعتقد أنها ستنبه يعني المهتمين بالحقل الثقافي إلى الانفتاح على هذه القارة التي ما زالت في نظرنا بكرا وما زالت يعني تعطي الكثير. هذا إحساس عظيم أني آتي أولا إلى المغرب للمرة الأولى وأن تكون هذه للمرة الأولى في الرباط. عفوا أتيت مرة سابقة إلى طنجة ولكن هذه المرة هي الأولى في الرباط بدعوة يعني كريمة وعظيمة منكم من المغرب للاحتفاء بالشعر الأفريقي والأدب الأفريقي. وأنا سعيد لتواجدي مع مجموعة كبيرة من كتاب وشعراء إفريقيا وأن يكون هذا المكان على أرض المغرب يعني أرض إفريقيا أيضا. وسوف نرى خلال الأيام القادمة ما سيستسفر عنه هذه اللقاءات الجيدة. هذه بادرة عظيمة جدا لأنه أنا كنت كنلاحظ بأن مثلا في الجامعات المغربية كان كيتدرس الأدب الإفريقي شعاب اللغة الإنجليزية وفجأة توقف هذا المسار. ودائما كنت أتساءل لماذا ليست هناك في الجامعة مثلا شعبة للأدب الإفريقي. يعني نحن بلد إفريقي، المغرب بلد إفريقي، وإفريقيا غنية من حيث الآداب والشعر والفنون. ودائما كان دائما هذا التساؤل يؤرقني. السنغال مثل المغرب، المغرب مثل السنغال. Et je voudrais d'abord commencer par dire combien je suis heureux d'être au Maroc, parce que j'aime le Maroc. Le Maroc est dans mon cœur. Et je voudrais saluer le travail immense que Sa Majesté le roi Mohamed VI est en train de faire au Maroc. Le Maroc n'est plus un pays. Le Maroc a dépassé même les limites d'un pays. Le Maroc est un continent. Et la place que le Maroc a donnée à la culture et aux arts est une place unique en Afrique. Et c'est pourquoi je voudrais saluer donc votre pays, je voudrais saluer le peuple marocain et saluer son roi et lui souhaiter de vivre au-delà de 100 ans.